تتعلم استخدام أداة الباتش تول في الفوتوشوب. فائدة هذه الأداة هي إزالة أجزاء من الصورة واستبدالها بأجزاء أخرى. يجب اختيار الأجزاء الأخرى بحيث تكون مناسبة تماما للجزء الذي تمت إزالته. هناك أدوات أخرى تقوم بنفس هذه الوظيفة مثل الكلون ستامب والسبوت هيلينج براش. الفرق بين هذه الأدوات هو كيفية أو طريقة أداء الوظيفة. هذا الفرق هو الذي يجعل كل أداة مناسبة لنوعية معينة من الصور أو جزء معين من الصور. لاستخدام هذه الأداة قم باختيارها من شريط الأدوات، سوف تجدها في نفس المجموعة مع الهيلينج والسبوت هيلينج براش تول والكونتنت أوير موف تول. قم باستخدامها لتحديد الجزء الذي تريد استبداله من الصورة. يمكن استخدام هذه الأداة مثل أداة اللاسو تول لعمل تحديد حر. هناك خيارات للأداء بالأعلى، تأكد من اختيار نورمال من خيار باتش. هناك اختيار آخر للباتش وهو كونتنت أوير، وسوف نقوم بشرحه لاحقا. هناك اختيارين هما سورس وديستنيشن لتحديد ما إذا كان الجزء الذي سيتم تحديده بأداة الباتش هو الجزء الذي سيتم استبداله أم البديل. سوف تجد خيار سورس مفعلا بشكل افتراضي. لأنه في معظم الحالات سوف يكون الجزء الذي سيتم تحديده بالأداة هو الجزء الذي سيتم استبداله. بعد تحديد الجزء الذي سيتم استبداله اسحب إلى الجزء البديل ليتم عرضه مكان التحديد. يجب أن يتم السحب مع الضغط حتى تصل إلى الجزء البديل المناسب ثم اتركه. بعد عمل الاستبدال اضغط Ctrl D لإزالة التحديد. يمكنك مقارنة نتيجة التعديل بالصورة الأصلية عن طريق الهيستوري. ويمكن عمل هذه المقارنة بسهولة أكبر إذا كنت محتفظا بنسخة من الصورة الأصلية. بذلك نكون انتهينا من شرح أساسيات استخدام هذه الأداة، والآن سوف نقوم بشرح الاستخدام المتقدم لهذه الأداة عن طريق الخيارات الموجودة في الأعلى. أول خيار سوف نقوم بشرحه هو السورس والديستنيشن. يستخدم السورس لإخفاء جزء معين من الصورة. أما الديستنيشن فهو يستخدم لنسخ هذا الجزء إلى مكان آخر. في قائمة الأدوات بالأعلى على اليسار سوف تجد مجموعة من خيارات التحديد.
أول اختيار وهو المربع الأبيض هو التحديد العادي الذي نستخدمه بشكل افتراضي. الاختيار الثاني وهو المربعين هو إضافة للتحديد الذي قمنا بعمله. وسوف تظهر علامة زائد بجانب المؤشر. ويمكن عمل هذه الإضافة بالضغط على شيفت أثناء التحديد العادي. الخيار الثالث وهو مربعين الأمامي أسود والخلفي أبيض، وهو يطرح من التحديد الذي قمنا بعمله. وسوف تظهر علامة سالب بجانب المؤشر. ويمكن عمل هذا الطرح بالضغط على Alt أثناء التحديد العادي. الخيار الرابع وهو المربعين المتقاطعين، وغالبا لن تستخدم هذا الخيار في معظم الحالات. فائدة هذا الخيار هو انه بعد عمل تحديد يمكن عمل تحديد لجزء منه لكي يتم الاحتفاظ بهذا الجزء فقط. تستخدم هذه الأداة بشكل عملي في إزالة العناصر التي تبدو شاذة أو غير طبيعية في الصورة. لكي يكون العمل بهذه الأداة أسهل، يفضل اختيار عناصر معزولة أو غير متصلة بعناصر أخرى حولها. إذا أردت اختيار عنصر متصل مع عنصر آخر، يفضل اختيار العنصر الآخر معه. حاول اختيار أفضل مكان مناسب لطبيعة المكان الذي سيتم استبداله. إذا كانت هناك بعض الأجزاء الغير مناسبة أو غير متوافقة في المكان الجديد، يمكن تعديلها بعد الاستبدال. ومن الممكن تعديل هذه الأجزاء باستخدام الباتش تول أيضا. ويمكن استخدامها عدة مرات على نفس الجزء حتى يتم تعديله تماما. برجاء طرق أي اقتراح أو استفسار في التعليقات.